Hedin her köşe umidin tum ho Durud tum par salam tum par Hedin her köşe umidin tum ho Durud tum par salam tum par Hey kaun sab var nabi dil tum ho Durud tum par salam tum par Hey dil har kushe umeed tum ho Tumhara jazba Oh,
اللهم صل على سيدنا في العالم يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا نبيك الكريم الى عبده سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم ثم الى ارواح الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين وتابعي التابعين والشهداء والصلحاء اجمعين خصوصا الى سيدنا ومولانا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا ومعيننا وحسن خلائق الموت الا عبد ثم الى الله تعالى ثم الى الله جميع مشايخ السلاسل ثم الى الله جميع اوليائه وولاء هذه الامه ثم الى خصوصا الى عبد الرحمن شاه قاضي رحمه الله ثم الى الله حضرة النوري وحضرة الفيضي وحضرة الجمالي وحضرة الظهوري ثم الى الله المرشدي ومولاي حضرة العامل الكريم خواجه باقي النواز رحمه الله ثم الى الله ذاكر شاه وكوكب شاه ورازي شاه وجمال الله شاه وتاج شاه ومجاهد شاه ثم الى الله سيد الغوث سيد الكبار ثم الى الله المفلح شاه ثم الى الله ثم الى ارواح رسل الله شاه ثم الى ارواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قويته ولا نقصا إلا تممته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا ألفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا أديته ولا حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فسخر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سخر إلهي يا بذلتي بالعزه بدل اللهم اشفي سجاد زهير اللهم اشفي الدكتور سجاد زهير اللهم اشفي الدكتور سجاد زهير لهيب شعري اللهم اشفه وطول حياته اللهم اشفه وطول حياته اللهم اشفه وطول حياته اللهم طول حياته اللهم طول حياته اللهم اشفه ملحه اللهم اشفه ملحه اللهم اللهم اشف الكوثر اللهم اشف الكوثر اللهم اشف الكوثر اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها وطول حياتها اللهم اشفها وطول حياتها اللهم طول حياتها مع الصحه والسلامه والعافيه اللهم بجاهها الكريم اشف الكوثر اللهم طول حياتنا مع الصحة والسلامة والعافية ربنا طول أعمالنا ربنا طول أعمالنا وأعمال آبائنا وأعمال أمهاتنا وأعمال أبنائنا وأعمال أبنائنا وأعمال أبنائنا وأعمال بناتنا وأعمال بناتنا وأعمال بناتنا وأعمال إخوتنا وأخواتنا وأعمال أولادهم وأعمال أولادهم وأعمال أزواجهم وأعمال أزواجنا مع الصحة والسلامة والعافية ربنا احفظنا واحفظ عشيرتنا واحفظ جميع واحفظ اخواننا في الطريقة
من كل داء ومن كل بلاء نقاف اللهم احفظنا من كل داء ومن كل بلاء نقاف اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہر آن ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں پالنے والے اس جلسہ اس جلسے کا انعقاد جن کو اللہ نے کیا ہے اس وقت ہمارے جناب محمد ایوب صاحب ایوب خان صاحب ان کے جو معاونین ہیں اے اللہ انہیں دونوں یہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما اے اللہ اس جلسے کو قائم کر ہر سال یہ جلسہ ہوتا رہے اور ہم سب جمع ہوتے رہے اور حضور کے محامی بنا کر حضور کے معارج ہم سنتے رہے حضور کے درجات کی بلندیوں ہم سنتے رہے جانتے رہے سرکار کے ذکر میں ذکر کے لیے ہم دنیا سرکار کے ذکر میں ہماری موت کو دونوں یہاں کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دونوں یہاں کو جتنے بھی ڈائس پر لوگ موجود ہیں پروردگار آئینے دونوں جہاں کی سعادت و نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما انہیں دونوں جہاں میں معزز اور مشرف فرما ان کی اولاد کو دونوں جہاں میں سرسرو اور کامیاب کر کے نسلوں کو دونوں جہاں میں سرسرو اور کامیاب کر کے خراب اندار عزیزوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کر ہماری اپنی جنے سے زیادہ مشکلیں آسان فرما دنیا بنا دے ہم سب کو اقبال کی عطا فرما ہم سب کو اقبال کی ترقی عطا فرما ہم سب کو اقبال کی ترقی عطا فرما ہم تڑپنے تھڑکنے کی توفیق دلے مرتضا سوز سے تدیر دے دلے سیدنا و مولانا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالی و بجاہ سیدنا و مولانا محمد بن مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد